بس اول شيء نحن كثير مبسوطين فيك اليوم على الاستوديو. انا كمان بدي اسالك، انت هلا مشغول عم تصور عمل مع الام بي سي؟ مشغول، ما في طول كثير. ما في طول، بس دائما هيك شيء. عم تصور بدولة أوروبية مثل ما عرفنا. صحيح. هل فينا نعرف more information عن العمل، عن دورك، عن الكاست؟ عن جد كان بيودي خبركم، بس مش هينفع التصوير لو ما قلتلناش. على كل حال هو العمل للام بي سي، يعني انتو فيكم بعدين هيك فينا تحت الهواء بس مشاهدين ما بيطلعوا شيء. يعني انا ما كتير فيني اعطي تفاصيل، بس مثل ما انت قلت انه عم تصور بدولة أوروبية، مسلسل من 90 حلقة. عم جرب نقل المعلومات اللي فيني اعطيها. في نجوم من لبنان ومن سوريا، ومسلسل حلو كتير عم يطلع، يعني الممثلين كلهم ممثلين اسامي كبار واسامي محترفين. ودوري مهضوم. اكيد مهضوم. في لا في هو في كسره يعني بال يعني مختلف عن ادوارك من قبل. كل ادواري مختلفين عن بعضهم، هذا اللي بجرب اعمله. بس حس انه بدي اكرر حالي، بفتكر انه بكون مطرح مش منيح، يعني بكون عم بعمل شيء منه منيح. صح. طيب كارلوس العمل ده موجود بيتصور في اكتر من دول من الدول العربيه. والنجوم اللي فيها بطوله مشتركه، والنجوم كلهم من بلاد مختلفه. ازاي انت بتشوف ان النهارده التنوع من الممثلين من البلاد العربيه بيفيد العمل الدرامي؟ على شرط انه يكون، يعني على شرط ما يكونوا جنسيات مسقطين تسقيط. يعني اليوم في قصه بدك تشوف هيدي القصه يلي هي الاساس دائما شو بتحمل، يعني هل هي بتحمل هالتعددية بالجنسيات، او هل عم بيكونوا تعددية بالجنسيات بس لانه هذا الشيء مطلوب. اذا ما كان هذا الشيء حسيناه نحن هيك نافر او نط على عين المشاهد بشكل غير منطقي، هو يبقى مستغرب هو ليه الجنسيه دي موجوده، ايه المبرر ان الجنسيه مختلفه. هذا اللي بيصير، يعني بده يكون كل شيء مبرر. اذا كل شيء مبرر وكل شيء ماشي اوكي، سو اتس اوكي. بيفيد الدراما كمان اكيد. طيب. التنوع هو تنوع منيح، يعني صح. بهذا المطرح ما انه عاطل، بس انه مثل ما عم نقول اذا كان محل عشرت يكون محله وعشرت يكون منطقي. حلو. طيب كارلوس، احنا بنعرف انه من المشاركين معك بالعمل هي الممثله والاعلاميه ريتا حرب. بنحب نقول لها الحمد لله على السلامه، لانه من فتره تعرضت لحادث سير، وشفنا انه انت نزلت مع صوره وعبرت عن حبك لها وعن صداقتكم الحلوه. اكيد. اول شيء انت بتوصف حالك ك A loyal friend، وبرأيك هل loyalty بعدها موجودة بهذا المجال بين الزملاء؟ نحن هيك ربينا، يعني ما بنعرف نكون غير هيك. بس أكيد الدنيا ما بتخلى من الأشخاص الوفيين، ما بتخلى من الأشخاص يلي بهمهم كمان الآخر، مش بس بهمهم حالهم. بالنهاية هيدي الشغلة، يعني ما فيني أنا حددها، ما فيني أنا رقمها، يعني مين هيك ومين مش هيك. بس انه انا بعرف انه صديق مش قصه تعمل اللي علي، لا هي ما انا واجب، يعني هي مش واجب انك تعملي هذا الشيء، بالعكس هو هذا اساس الطبع جواك، الطبع، وهذا الشيء بيطلع من القلب. صح. انه انت بتحس حالك انه تحب الشخص ده، فعايز تطمن عليه، عايز تفضل واقف معاه 100%. ده حقيقي.